بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا. من اهم المظاهر الجميله جدا اللي متعودين كل سنه نشوفها في شهر رمضان الكريم هو انك تبقى ماشي بعربيتك على كوبري، على في شارع، في الصحراء، في اي حته تلاقي شباب طالعين لك وبيدوك ميه، بيدوك يعني وقت اذان المغرب يدوك ميه، يدوك بلح، يدوك وجبات. يا عم انا رايح الحق، عايز الحق اجري الحق الفطار، يقول لك لا بس يعني ما تحرمنيش من ثواب ان انا بفطرك بايدي. كمان من الحاجات الجميله اللي بنشوفها واللي يعني بتبقى في مصر كده شكلها يفرح هي موائد الرحمن والعربيات اللي بتبقى محمله شنط رمضان. الحقيقه كل دي مظاهر جميله، اهل الخير دايما بيحبوا وبيحرصوا كل سنه في رمضان ان هم حتى مهما طلعوا فلوس يعني او زكاه او كده لازم الحاجات العينيه دي تطلع، لازم الاكل ولازم الاطعام. فضلت الشيخ محمد العربي عضو مجلس اداره البر والتقوى، حضرتك منورني يا فضلت الشيخ. اهلا وسهلا بكم. حضراتكم في البر والتقوى بقى بتعينوا الناس الحلوه دي اللطيفه دي اللي بيحبوا يطعموا الناس وياكلوهم على فعل ده ازاي؟ احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدي وحبيب قلبي سيدي محمد بن عبد الله عليه وعلى من والاه افضل الصلاه وازكى التسليم. بدايه اسال الله ان يشفي كل مريض وان يعافي كل مبتلى وان يخفف عن كل مهموم وكل محزون. وهذه الثلاثه سبيلها وداؤها الصدقه والتصدق، خاصه ما يتعلق باطعام الطعام. ونحن يعني مقبلون على رمضان ونتحدث عن فضل هذا الشهر وفضل الثواب المضاعف في هذا الشهر لخصوصية هذا الشهر، خاصة إطعام الطعام، شنط رمضان، موائد الإفطار، الوجبات اللي هي تقدم من خلال جمعية البر والتقوى، ثواب هذه الصدقات. احنا عندنا حديث عظيم أعتقد أن الكثير لا يفطن إليه ولا يقف أمامه، اللي هو المرء في ظل صدقته يوم القيامة. تخيل كل صدقة أنت تقدمها سوف تكون ظلا لك يوم القيامة. طب فينا مين فينا مش عاوز يستظل يوم القيامة من يعني شدة الموقف ومن عظم الموقف؟ أكيد صحيح. كلنا بنحتاج إلى الصدقة ونحتاج إلى أن نقدم لأنفسنا هذه الصدقة العظيمة. حتى إنه في آية في سورة المنافقون، في آخر سورة المنافقون، ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا أن ننفق وأنفقوا مما رزقناكم. دي إشارة عظيمة إلى أن المال اللي احنا اللي ربنا أنعم عليه بينا هذا مال نحن مستخلفين فيه وليس حقا مكتسبا لنا، بل هو موهوب من عند الله سبحانه وتعالى. علشان كده عندما يأمرنا الله بالإنفاق لابد أن نمتثل، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب عشان أعمل إيه؟ فأصدق. يبقى الشيء الوحيد اللي بيتمناه الإنسان قبيل الموت أن يطيل الله في عمره ليصدق لعظم الصدقة ولقيمة الصدقة. ولو لم يكن للصدقة من شفاعة ما سأل الإنسان ربه هذه الصدقة، زي ما احنا شايفين الجمعية ونشاط الجمعية المتعلق بكرتونة رمضان أو شنطة رمضان اللي هي بتساهم في إفطار الصائم، كيف أنها توزع على الفقير والمحتاج، شعور بالسعادة وشعور بالبسمة والغبطة على في قلب كل طبعاً. إنسان بيتسلم الكرتونة شنط رمضان. إحنا بنحتاج للتكافل والتضامن. بس أنا عندي فكرة والله يا أستاذ دعاء، أتمنى إن إحنا يعني المشاهدين والمشاهدات يطبقوها الفكرة دي. ليه كل عمارة أو كل حي أو كل شارع ما يجمعوا مع بعض في صورة تكافلية أو تضامنية ويعملوا شنط رمضان؟ أولا ديها يعني تزيل كل ما الشحناء والبغضاء اللي موجودة في الشارع بين الجيران، في البيت الواحد، في العمارة الواحدة، بين الأهل، بين ذوي الأرحام، بين الأقارب. احنا عاوزين ان احنا نطبق الفكرة دي بتبقى واقع حياتي وناخد رمضان يعني أسلوب لحياتنا، ناخد رمضان مستقبل لحياتنا، علشان بعد ما ينتهي رمضان يبقى احنا وضعنا أساس عظيم ليا ولزوجتي، لأولادي، لأهلي، لكل أصدقائي ومعارفي، إن احنا بنتكافل، إن احنا بنتضامن علشان نحسس الفقير بالبسمة ونحسس الفقير أيضا أنك لست وحدك. وكما هو شعارنا احنا معاك. صحيح. يعني زي مشاعر الجمعية احنا معاك، احنا عاوزين نحسس الفقراء والمحتاجين انه برضو احنا معاكم. بتوزعوا الكراتين فين يا فضيلة الشيخ؟ يعني في المناطق اللي هي اكثر فقرا واشد فقرا، وايضا بحسب التواصل معانا
وزي ما احنا شايفين هنا في صعيد مصر في جنوب الصعيد، يعني طبعا الصعيد بيحتاج مساعدات كثيره مننا، يحتاج مننا تضامن، يحتاج مننا الوقوف مع الحالات اللي هي تعرض علينا. برضو مشهد المتطوعين السن صغير ازاي بيتعلموا، ازاي بياخدوا من وقتهم بدل ما هو بيضيع وقته في حاجه غير مفيده، لا هو بيحاول في الشارع فبيجي يتطوع هو يكسب ثواب، يعلم نفسه ازاي يدخل البسمه على وجه انسان. يعني الانسان لو ادخل البسمه على قلب انسان قد تكون البسمه سبب في ادخاله الجنه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا لو احنا عاوزين نكون في الجنه وفي صحبته في الجنه، قال اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يلي بتبحث عن الجنة كده يعني يلي بتبحث عن الجنة تشتاق إلى الجنة، تدعو للجنة، أطعم الطعام، صل الأرحام، صلي بالليل والناس نيام. الثلاثة دي سبيل لدخول الجنة، ولكن أولها إطعام الطعام لعظم إطعام الطعام. وكما قلنا المرء في ظل صدقته والله أكدها، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وفي نهاية الآيات بشرهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم. العمل المضاعف، أنا يعني عند لما يكون معايا مثلا 1000 جنيه على سبيل المثال، وأنفقت من الألف دي 100، المية دي هي الباقية، صحيح، هي المحفوظة عند الله، صحيح، ولذلك مش التسعمية اللي نعم مش التسعمية اللي أنا بصرفهم على نفسي، بيطيروا في أي حاجة وما بنعرفش صرفناهم في إيه. ستنا السيدة عائشة رضوان الله عليها لما ذبحت شاة ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يسألها ما بقي منها، قالت ما بقي إلا كتفها يا رسول الله، قال بل بقيت كلها إلا كتفها. يبقى دي رسالة إن المال اللي أنفقه في حياتي هو المال الباقي لي. المال اللي أنا بعمل به صدقة جارية هو المال الباقي الذي لا ينقطع، هو الثواب الدائم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والله أنا لو خدت ابني أو خدت بنتي وعلمتهم إزاي يبحثوا عن الفقراء، إزاي يتصدقوا على الفقراء، هو هيبقى عنده ثقافة التضامن مع الفقير والمحتاج. إحنا محتاجين نرقق القلوب. طب إزاي نرقق القلوب؟ بالتضامن مع أهل الحاجات وأهل العوز من الفقراء والمساكين. هو نفسه لو شافني أنا متغافل عن مسكين أو فقير هينبهني ويحدث معي بالفعل. يعني ممكن أكون ماشي أنا وبنتي مش واخد لبالي، فلاقيها بتقول لي فيه حد يعني إيه محتاج صدقة، أنا ما كنتش واخد لبالي. طب هي إيه اللي ألهمها إنها تقول لي الكلام ده؟ ما هي شافتني أنا بعلمها وشافتني أنا قدوة ليها. فالإنسان الزوج والأب وولي الأمر لابد أن يكون قدوة لأبنائه ويكون قدوة لزوجته، لأنه يسأل عنهم يوم القيامة. احنا شايفين هنا الشباب بيوقف إفطار الصائم المسافر وده ثواب عظيم. ولذلك يعني في الحديث من فطر صائما فله أجر صائم من غير أن ينقص من أجر الصائم الشيء. من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه. تخيل أن الصائم ده يكون سبب في غفران الذنب. دي وجباتي عبارة عن وعتقا لرقبته من النار. هقول لحضرتك بس نقول الحديث البشارة، وعتقا لرقبته من النار. الصحابة قالوا ليس كلنا ما يجد ما يفطر به الصائم يا رسول الله. قال إن الله يعطي هذا الثواب لمن فطر الصائم على مزقة لبن، شوية لبن وصاد كده، أو شربة ماء أو تمرة، ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من حوض يوم القيامة. الله. مش عاوزين حاجة أكتر من كده. صحيح. طيب الوجبات دي، الوجبات الجافة اللي هي بيكون فيها المعلبات، عصير، مية، بيتيه، بسكوت، والوجبات اللي هي في الموائد بتبقى الوجبات المطبوخة. بس يعني الإحساس اللي احنا بنستشعره أيا كان اللي بياخد الوجبة، أيا كان مستواه المادي مستواه الاقتصادي، بس هو بيحس. في ناس ممكن تقول لك ده في ناس عندهم عربيات والله بيستشعر الإنسان بسعادة. يعني أنا ممكن أكون ماشي بالعربية بتاعتي ولاقي حد يديني كيس تمرة، أنا بكون سعيد جدا. يعني أنا انتوا كمان بتدوا في الصحراء والله. ممكن واحد يبقى ماشي في عربيته وكل حاجه وفطسان على بق ميه ومش لاقي حته يجيب منها ميه، فربنا يبعت له يعني حد من المتطوعين الفضلاء وبسعاده. يعني شايف حضرتك ان هو بيسارع انه له الوجبه، وكانه يعني قد يكون سبب في نجاته وقد يكون سبب في انقاذه. لفضل اطعام الطعام ولكرامه اطعام الطعام وللثواب المضاعف من إطعام الطعام. ده السيدة خديجة رضوان الله عليها لما جاءها النبي أول ليلة من ليالي الوحي
تذكر من خصائصه ومن فضائله إطعام الطعام، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يساهم في إطعام الطعام. فلذلك أي إنسان يطعم الطعام يبشره المولى سبحانه وتعالى ببشارة في الدنيا، يخفف عنه، يشفيه من مرض، يعافيه من داء، يعافيه من ابتلاء. أحد الأخوات الفضليات بتحكي تقول إن ابنها أصيب بمرض في الدم والعياذ بالله، فشفى الله كل مريض وعافى كل مبتلى، فودوه المستشفى قالوا له ما فيش أمل من شفائه، خلاص الموضوع انتهى، يعني هي أيام ويقضى الأمر. فقالت فما كان معي من أموال إلا قطعة أرض بعتها ووهبتها لله. أيام قلائل وبيعملوا أشعة وفحوص ويبشروني بشفاء ابني. طب إزاي الكلام ده؟ هي الصدقة، الصدقة شفاء، داء ومرضاكم بالصدقة بالضبط. وما نقص مال عبد من صدقة، وإيه تاني؟ صنائع المعروف تقي مصارع السوء. بحب الحديث ده، الحديث يعني جميل جدا. انا عاوز ان احنا في بيوتنا كده على الباب بتاع البيت كل واحد على يعني نستودع ولادنا ينزلوا يروحوا رحلات، بيبقى الواحد صنائع المعروف تقي مصارع السوء. احنا كلنا لازم نعلق الحديث ده على باب الشقه بتاعتنا، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. لو انا خايف على ابني، خايف على بنتي، خايف على مراتي، خايف على نفسي، اتصدق وثق في قول القائل صنائع المعروف تقي مصارع السوء. لأن ده عطاء جميل، ونحن نثق في قول الله سبحانه وتعالى الذي وعد المتصدقين: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ضعفا أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ودي عظمة العطاء الإلهي. أنا لما أدي إنسان عطاء أنا بحسب العطاء ده بالحساب المنطقي الإنساني، لكن ربنا سبحانه وتعالى خزائنه ملأة وخزائنه لا تنفد أبدا. فلذلك أنا عندما أعطي أتاجر مع الله. كان في واحد من الصحابة اسمه سيدنا طلحة ابن عبيد الله، كلنا بنسمع عنه، من العشرة المبشرين بالجنة، الشهيد الحي. في يوم من الأيام دخل على زوجته واسمها سعدة، فقالت رأيت منه ثقلا في حاله، مهموم ومغموم، فقلت له ما بك؟ قال أصابني مال كثير. كأن المال مصيبة، أصابني مال كثير ولا أدري فيما أنفقه، أنا عاوز أنفقه في وجه يرضي الله. قالت له لا عليك، اجمع قومك وقسم المال بينهم. قومك يعني أهلك. قال فجمع قومه وقسم المال بينهم. طب الشاهد من الحديث ده، أولا إنسان يتاجر مع الله، إنسان كل همه أن ينفق المال فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. الشاهد الثاني، زوجة صالحة تعين زوجها على إنفاق المال في ابتغاء مرضاة الله. الثالث، صلة الأرحام، قالت له اجمع قومك وقسم المال بينهم. احنا محتاجين تجارة مع الله صحيح، وزوجات صالحات أيضا. في كمان الدال على الخير كفاعل، كفاعله نعم، يعني فكرة إنه إحنا مش قادرين نشوف الأماكن البعيدة النائية كده، نتواصل مع الجمعية، نتواصل مع يعني من يفعل الخير ونثق فيه، وإحنا بنحدد له نقول والله يعني وزع لنا الشنط دي مثلا في المكان الفلاني، أنا هعمل صدقة في المحافظة الفلانية، واحنا بنمتثل لامر المتبرعين، وايضا نوجه المتبرعين، يعني بنقول طب والله في المكان الفلاني فيه ناس اكثر احتياجا، فيه ناس اشد فقرا وما الى ذلك. ده الوقت اللي الناس بتطلع فيه الزكاه دايما، يعني ايه يقول لك عشان هي بتتحسب سنه هجريه، فبيقوموا مختارين رمضان بيطلعوا فيه زكاه المال، فدايما بيبقى فيه حيره شديده في فكره، وربنا يزيد ويبارك ناس بيبقى عندها يعني في البنوك اموال كثيره عايزه تطلع ومش عارفه تطلع فين، وتقول لك انا مثلا بقالي سنين بطلع في المكان الفلاني عايز اغير او عايز اوصل لناس انا مش دايما بودي لهم. يعني وهذه ثقافه الاسلام في تشريع الزكاه، انه مش لازم كل سنه انا اطلع للناس اللي انا بطلع لهم، لازم المال اللي هو المزكى يستوعب كثير من الحالات، كثير من الفقراء في اماكن متعدده، وبالتالي يعني ينطبق على المزكي هذا القول الدال على الخير كفاعله، ان هو يسال، ان هو يسترشد، ان هو يشوف يعني الحالات او يسال عن الحالات اللي يجب عليه التواصل معها، او يجب عليه ان هو مد يد المعونه اليها، علشان في رمضان بتضاعف الاعمال. يعني الزكاه اللي انت بتطلعها دي ب70 وتضاعف الى 700 الى ما شاء الله. وان وافقت ليله القدر كنت كمن زكى في 1000 شهر او يزيد، مصداقا لقول المولى سبحانه وتعالى
مؤكدا أن عمل العبد في هذه الليلة خير من ألف شهر. جميل. طيب احنا كمان ما نقدرش نغفل فكرة المية. نعم. وتوصيل المياه والأبار اللي حضراتكم بتحفروها في الأماكن النائية اللي أصلا مش واصل لها المية. نقول ايه، مش واصل لها مواسير، يعني مش واصل لها ضخ مية أساسا في المنطقة دي بالكامل. نعم. بتحفروا آبار جوفية. آبار جوفية على إيه؟ على عمق بقى كبير جدا عشان المية يعني تطلع. احنا أولا عندنا الآبار بتنقسم إلى ثلاث أقسام، البير إما خزان واحد إما اثنين خزان إما ثلاث خزانات، وزي ما احنا شايفين الأعماق ما بين 25 إلى 50 متر. ولأهمية المياه الجمعية بتولي قضية الآبار يعني اهتمام كبير واهتمام منقطع النظير، خاصة ان احنا برضو وجدنا تجاوب يعني من الكثير من المشاهدين والمشاهدات فيما يتعلق بالصدقة الجارية. وانا ابشر كل انسان متعاون ومتصل ومتواصل ان افضل الصدقات على الاطلاق المياه، انه انا كانسان لا استطيع ان اعيش بدون المياه، الحيوان لا يستطيع ان يعيش بدون المياه، النبات لا يستطيع ان يعيش بدون المياه. طبعا انا لو عندي زرعة في البيت ولم اتعهدها بالسقيا انا لي ذنب. صح. لو وجدت حيوان يلهث حرام من العطش، يعني دايما امنا تقول لنا. نعم. حرام ما زرعتوش الزرع، الزرع مات. يبقى انا بتحمل الذنب. ده واحد بيسال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انني انزع حوضي واملاه لاسقي بعيري فياتي بعير ليس لي فيشرب منه. فهل لي من اجر يا رسول الله؟ قال له في كل ذات كبد رطبه اجر. الله. يعني حتى الحيوان له اجر. طب شوف حضرتك، هو بيستغل له في النبات ويستغل في سخية الإنسان. طب واللافتة اللي احنا بنعملها دي هو خير وإرشادية. صحيح. انا يعني حقيقة الواحد لما بيشرب من اي موضع ماء ويشوف مثلا الإقراء الفاتحة او الدعاء لفلان، طبعا او انا بنتسل، لانه حقيقة يعني ممكن تكون البير دي انقذت انسان طبعا من مرض، وانقذت انسان من عطش، وانقذت انسان من ظمأ لفضل المياه ولفضل سخية المياه. وحتى الحيوان يعني ينتظر سقيا المياه. وفي الحديث من كلما كان الاحتياج اكثر اعتقد كلما كان الثواب. نعم، دي اماكن اكثر احتياجا بالنسبه للمياه. وقلنا انه في الحديث من سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامه. انا عاوز كلنا يعني نفكر في الحديث ده. أيوه. احنا نتمنى أن نكون في الجنة وفي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نشرب من رحيق المختوم يوم القيامة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ممكن الكلام ده يكون بثواب بسيط، ببير مية نعملها أو نساهم فيها، تحيي إنسان، تحيي حيوان، وتحيي نباتا من موات. ولا ننسى صنائع المعروف تقي مصارع السوء. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. فضلت الشيخ محمد العربي عضو مجلس إدارة جمعية البر والتقوى. انتظرونا بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل حضراتكم. رمضان على الأبواب، كل سنة وحضراتكم طيبين. معظم الأمهات بقى اللي ولادهم يعني في السنين المختلفة من الدراسة ما جربوش قبل كده يذاكروا لولادهم ويدخلوا الامتحانات في رمضان. يمكن يعني في منهم يكونوا عصروا مثلا امتحانات رمضان على ايامهم، بس يعني ساعتها بقى ايام ما كان في مسلسلين ثلاثه بالعدد، بقناتين ثلاثه بالعدد، وما كانش في كم التشتيت وزغلله العين بما لذ وطاب كده. صحيح كان في نيلي وشريهان وسمير غانم، بس يعني نص ساعه في اليوم كله. ده غير انه يعني كل ام كانت متحمله مسؤوليه نفسها، بس يعني بما انها هي بقى كماما لو عندها عيلين ثلاثة وراها شغل وطبيخ وفطار وسحور وتراويح كده هتهنج، مش هتعرف تنظم يومها ويوم ولادها في ازاي؟ هل يا ترى تقطع عنهم كل مظاهر التسلية اللي حواليهم؟ هل تسيبهم بقى وهم لضميرهم والعيال أصلا ما عندهمش ضمير خالص؟ يعني وتركز بقى هي في مطبخها وصلاتها واللي بياكل على درسه بينفع نفسه؟ ما اعتقدش هينفعوا نفسهم خالص. هنسأل ازاي الأمهات يعدوا رمضان بسلام في ظل إضافة الامتحانات على جدول رمضان الممتلئ جدا واللي بيطير هوا وبيخلص هوا واحنا لسه بنقول يا هادي. هنسأل نهى زهرة الباحثة في العلوم الإنسانية. أهلا بك يا نهى، كل سنة وأنت طيب. أنت طيب، ربنا يخليك حبيبي. عندك عيال؟ طبعا عندي عيال. عندكم امتحانات في رمضان؟ عندنا امتحانات في رمضان والعيد. تخيلي بعد العيد احنا عندنا برضه.
حاجة صعبة قوي. لا في ناس هتخلص في أول رمضان، إنما في ناس تانية مكملين بقى زي حالتنا كده. أيوة رمضان والعيد وبعد العيد هنعمل إيه؟ هو طبعا يعني حالي حال، هتكلم كأم يعني. أيوة طبعا داخلة عندي الكبير. أكيد ما عندكيش اختراعات يعني. ما فيش اختراعات يعني. إيه والولاد مقويين بعض عشان أيا كان ولادنا، يعني لو كبار أو في سن، أنا عندي في الميدل سكول وكبير في ثانوي يعني أو في يير 10. فالولاد بتبقى شوية هم في صحاب كده مقويين بعض بقى على إيه، رمضان داخلين فمش هنذاكر أساسا. أو رمضان داخل فهو بقى بيشوف هيتفرج على إيه وهيتابع مسلسل ايه. ممكن يقووا بعض دلوقتي ان احنا ايه خلاص بلاش صيام او وات ايفر يعني. كمان هم كمان بيحطوا على الموضوع زياده تحديات زياده. فانا خطا كان لسه ابني بيسالني هنعمل ايه، هتعملي ايه في الحلقه النهارده عشان اتفرج وبتاع. قلت له هنقول الخطه اللي احنا هنعملها مع بعض في رمضان. قال لي يعني فالخطه ببساطه ان احنا مش كلنا عندنا عدد مواد للمذاكره. مش هنقول بقى اخش اذاكر لك شويه كذا ولا اعمل كذا ولا اقعد اذاكر كذا، لا احنا هنقيسها بعدد الساعات مش بعدد المواد. يعني انا عدد انجازي في اليوم عدد ساعات معين، فهشوف مثلا عندي ماده ايه وليكن 10 مواد للصغيرين او للكبار، 5 مواد 7 مواد 10 مواد ايا كان المواد. فهبدا اقعد كده مع كل حد، مع بنتي او مع ابني، الماده دي تخلص في قد ايه مذاكره ومراجعه، تاخد لها مثلا 15 ساعه 20 ساعه 30 ساعه ايا كان، هشوف عدد الساعات. تمام. انت هتعرفي تحسبيها ازاي؟ بتتحسب لو حد كبير بيعرف يحسبها. ممكن يهرش في شعره ويعمل كده لمده ساعه ونص على ما يبتدي يبص في الورقه، فتقولي له حبيبي بص يا حبيبي يعني يعني هتحسبيها ازاي؟ بنحسبها يقعد ساعه يكتب لك كلمتين ونص في الساعه وانا لك زهقت انا بقالي ساعه بذاكر. احنا بنقعد اللي بيخليه اللي هيخليه يستجيب ان احنا هنقعد نعمل عدد ساعات المواد اللي بتاعت المذاكره، ويحط لي كده في ليست الوقت اللي هو بيحب يعمل فيه حاجه هو بيحبها جدا، حاجات ممتعه بيستمتع بيها، وليكن هيلعب على الموبايل، هيلعب على البلاي ستيشن، عايز يتفرج على المسلسل الفلاني، عايز يتفرج على مش عارفه ايه، ايا كان. فانت حط لي كده ايه 1 2 3 10 ايه الحاجات اللي انت نفسك تعملها وحابب تعملها وتبقى مستمتع بيها جدا، وحط لي كده 1 2 3 10 بالاكسبكتيشنز كده يعني اكسبكتد كل ماده هتخلص في قد ايه. وهنبدا نقسم اليوم بشكل مختلف. في حاجه في تنظيم الوقت اللي هو بتعلي الانتاجيه قوي اسمها البومودورو تكنيك. البومودورو تكنيك ده ان انت تعملي حاجه في 25 دقيقه اللي هو نقول نص ساعه يعني، وتسيبي اللي في ايدك وتقومي. يعني انا هقعد دلوقتي جلسه مذاكره نص ساعة هنجز فيها وهظبط التايمر، لما التايمر يرن بعد النص ساعة أقوم. أقوم أعمل إيه بقى؟ أختار حاجة من الحاجات اللي أنا بحبها أعملها نص ساعة برضو. ده يمشي معايا الكتير قوي من اللي هي بتتململ وبتزهق وما بترضاش تقعد على الكتاب كتير. أكثر حاجة إن أنا أخش أذاكر، أفضل بقى أخش أذاكر، ذاكرت ذاكر 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 ذاكر. فحتى لو قاعد قدامي كام ساعة بس إنتاجية الكام ساعة دول ما فيش إنتاجية، لكن النص ساعة دي هتبقى إنتاجيتها عالية جدا، وخصوصا لو بدأتها في أول اليوم. يعني لو أول يوم نص ساعة اللي هو بعد السحور يعني، ما تقلش في السحور من في رمضان بقى. ده العيال بتنام بعد السحور. يفضل بعد السحور، يفضل ان هو ما بينام بعد السحور خليها قبل السحور مفيش مشكله. بس يفضل ان هو الكام ساعه اللي بعد الفجر دول لو لقطهم بتبقى كويسين جدا جدا، وبيبقى في الانتاجيه اعلى حاجه. لو بيناموا بعد السحور فاين. طب ولو ماما هي اللي بتذاكر؟ انت بتقيسي على ابنك اللي هو كبر خلاص وعارف مصلحة نفسه وعارف هيحط وقته ازاي. لو ماما بقى هي اللي بتذاكر للعيال، هعمل نفس الموضوع نص ساعة وهنقوم نذاكر، نركز مع بعض النص ساعة دي، وأول ما التايمر يرن ليك عليا أسكت تماما. ونص ساعة تانية هتعمل فيها الحاجة اللي انت بتحبها. عايز بقى تلعب على الموبايل، عايز تتفرج على مسلسل، عايز تعمل اللي انت عايزه. فيفضل النص ساعه بتاعت اول يوم دي بتظبط الاداء في اليوم كله، لان هي بتحفز العقل على ان انا اليوم النهارده هيبقى منتج. ونص ساعه انتاجيه، وبعدها نص ساعه ايه اعمل الحاجه اللي انا بحبها. طيب خليني اخد خديجه. الو مساء الخير. مساء النور. اهلا يا خديجه، ازيك؟ الحمد لله. انا مبسوطه بالتعب، كان كنت يعني عماله اسمعك وانتوا بتتكلموا عن فكره النص ساعه، دي فكره عظيمه. اوكي. بس عندي مشكله كده مع ابني.
يعني هو كان مش ملول، يعني كان بيحب قوي ان هو يقعد يذاكر، وكنا بنقعد نحل بقى شيت في حاجات كتيره. فهو السنه دي في المدرسه نوعا ما التيتشر شايفه ان هو بقى ملول، فبقيت بتديله براكس يعني كل شويه يقول لها انا ايدي وجعاني مش قادر اذاكر، فتقول له طيب خلاص يا حبيبي بلاش انت لسه صغير وخلاص مش هنحل ده. فبقى سلوك منعكس علينا في البيت، يعني احنا في البيت بقى بيجي بعد ما بنذاكر نقعد نذاكر شويه يقول لي لا انا مش عايزه اذاكر انا ايديا وجعاني. فانا الاكشن اللي بقول له لا، يعني انت ايدك مش وجعك، انت كمل مذاكره ولما تخلص هناخد بريك. لا بقى بيخش لي في بيطلب بريك بعد قد ايه؟ لا دخلنا يعني على طول بقينا ربع ساعة، أقل من ربع ساعة وعايز بريك، رغم إن ده ما كانش متحقق زمان. يعني ده ما كانش، فلما ابتديت بقى أسأل التيتر عشان عايزة أعرف إيه اللي جد في سلوكه، قالت لي إن هي بتعمل كده عشان هي شايفة إنه ما ينفعش طفل يبقى عنده نضغط عليه عنده 7 سنين واضغط عليه عشان هو يحل هوم ورك او يحل شيت بالكم ده، فلا سيبيه براحته. بس انا مش مقتنعه قوي بالكلام ده، يعني انا حاسه بحس دايما ان المذاكره بالبيت يعني حاجه كده يعني بشكل تدريجي، يعني لو انا ما عودتوش ان هو يذاكر ويبقى في وقت للمذاكره ووقت للعب وقت المذاكره وقت يحترم، لما يكبر مش هيستوعب ده. يعني هل في رايك هم هيتعودوا؟ يعني احنا هنحاول نعود، احنا بنحاول نعود، هل هيوافقوا يتعودوا؟ يعني بتهيألي هو ممكن يبقى زي، عارفة، يبقى روتين، يعني زي ما يعني يبقى روتين، لو هو دخل في روتين يوم ان هو بيذاكر خلاص هيفضل كده متعود طول الوقت، في وقت للمذاكرة ووقت للعب. طب خليني اسأل في موضوع الروتين ده، ميرسي لك يا خديجة. وخليني اسأل نهى، هل المذاكرة دي روتين وتعود ولا والله حاولت لغاية ما عجزت بقى ووشي دلدل اهو من ال خالص مفيش ومش راضي يدخل الروتين المذاكرة ده في حياتي خالص خالص في حياة العيال خالص؟ احنا محتاجين نفكر بدماغ الجيل اللي أيوة. موجود دلوقتي. فانا عشان افكر بدماغ الجيل اللي موجود دلوقتي، مفيش حاجة اسمها افرض عليه وعوده وما عودهاش، لازم تبقى ديل كده بيني وبينه. يعني بحط المذاكرة قصاد الحاجة اللي انت بتحبها. ايوه قول لي كده انت بتحب ايه؟ بحب كل الحاجات الممنوعات بالنسبه لنا طبعا. تلفزيون ايه في المذاكره، مسلسلات ايه في المذاكره، مش عارفه ايه في فانا هو مختلفين تماما. فانا عشان نصل لاتفاق محتاجه ان انا ابص بوجهه نظره اللي هو الحاجات اللي بيحبها ايه، وهو يبص بوجهه نظري اللي هو ايه. احنا في امتحانات ومحتاجين ناخد اعلى انتاجيه من اليوم. لما بقسمها كده نص ساعه في اول اليوم قصادها نص ساعه بيعمل حاجه اللي هو بيحبها، نص ساعه ضاعت، وبعدين نص ساعه ثانيه قعدة مذاكرة اسميها قعدة مذاكرة ونسمي النص ساعة دي ايه. فاحنا خلاص لو انا عارفة ان المادة دي عشان تتقفل محتاجة 15 ساعة، يعني محتاجة 3 ايام مثلا، فانا بقسم ان انا في اليوم عندي 10 قعدات مذاكرة، قعدت بقى نص ساعة في نص ساعة، بعد الظهر مثلا نمت صحيت الساعة 12 قعدت لك قعدة نص ساعة تانية قعدة مذاكرة، وقعدة بتلعب فيها زي ما انت عايز. فانت عايز منك النهاردة نحدد ان احنا هنقفل المادة دي مثلا على 3 ايام على 4 ايام لو هي 15 ساعة. فنحددها كده نص ساعة في نص ساعة في نص ساعة، هينجز المادة، هيخلص اليوم لو قعد في خلال اليوم اكتر الاوقات اللي ولادك مثلا بيبقوا صاحيين فيها وفايقين بتبقى امتى؟ يعني لو ما رحوش المدرسة، لو ما رحوش المدرسة بيبقى الصبح، بيبقى الصبح. ولو راحوا المدرسة بيبقى من الساعة 7، يعني من 7 ل 9 اخرهم، من 7 ل 9، لانه لما بيبقوا راجعين من المدرسة مثلا الساعة 3 ونص 4 هم مش عايزين يفتحوا كتاب. تمام، بس هقول بقى ينفع نعمل قعدة مذاكرة دلوقتي؟ يعني قعدة مذاكرة تخلصها يو وبعدها يو بقى، ما احنا لسه داخلين، عارفة يو بقى دي لو قلت مذاكرة بس ينفع نعمل قعدة مذاكرة ونعمل بعدها مكافأة من اللي انت حاططها، ان انت تاخد بعدها حاجة من اللي بتحبها تعملها نص ونص؟ لو دي مع دي هيوافق، لكن لو انا ممنوع من دي فانا مفيش مذاكره. مفيش موبايلات، مفيش مذاكره، مفيش تلفزيونات، مفيش مذاكره. وحتى لو قاعد يذاكر نضطر ساعات نلغي الموبايلات. يعني انا ابني بيقول لي اديني بريك 10 دقائق. يا ابني خلاص ال 10 دقائق خلصت من 3 ايام يا حبيبي. لا لسه. فهو عايز هو بياخد البريك وعايز يلعب، يقول لي لسه فاتح الجيم انا لسه فاضطريت امنع
امنع الجيمز وامنع الحاجات دي في البريك، لان هي بتشده وبتاخده هو بيتحايل، ومش عايز يرجع بقى للقرف ويكتب ويعمل والحاجات دي. هو بيتحايل عليكي في المذاكره، وبيتحايل حتى لو قاعد قدامك بيذاكر، فهو مفيش انتاجيه. يعني هيبقى قاعد مفيش منتج حتى لو قاعد قدامك 5 ساعات بيذاكر. يعني هي خديجه مش هينفع تعوده على اللي هي عايزه تعوده له، والمدرسه كلامها صح. هو المدرسه لما يقول لها ايدي وجعتني تقول له خلاص، يعني تهاوده وتقول له خلاص خد بريك وتعالى نكمل. انا عن تجربه احد المدرسات اللي اعرفها، يعني صديقتي، وبتدرس ماده صعبه جدا وبتبقى دايما بتشتغل مع الولاد حصتين وثلاثه، فلما جربت البومودورو تكنيك فبتقول لهم ايه 25 دقيقه بالظبط وهنوقف شويه بريك، البريك ده اعملوا فيه اللي انتوا عايزينه، وبعدين 25 بس سيبوني اشتغل ال 25 دقيقه، فبيسيبوها. لكن في الاول بقى لما كانت بتشتغل حصتين متواصل كانوا بيقرفوها طول الحصتين فما بتطلعش منتج. تمام. حلا ازيك يا حلا؟ يا حلوه ازيك يا حلا؟ عندك امتحانات في رمضان؟ وبعدين هنعمل ايه؟ مش عارفه مذاكرين؟ الحمد لله، بس انا عندي مشكله. قولي. الحفظ ومامي بتضايق مني قوي، يعني لما باجي اذاكر مش بعرف احفظ قوي. طبعا. طب هي ماما مش بتحفظك؟ لا نص نص. سايباكي انت سايباكي لضميرك، انت اللي تحفظي نفسك صح؟ ايوه، يعني انا عندي يعني لازم اذاكر وكده، بس في المشكله ان انا الحفظ بس. طيب انت عايزه تتعودي تحفظي ازاي يعني؟ بتسالينا؟ طيب حاضر يا حلا من عينيا. هنسمع رد استاذه نهى. حلا تعرف تحفظ ازاي؟ بس اخد اسماء. مساء الخير. مساء نوري اسماء. هي انا عندي مشكله صغيره كده، مش كبيره يعني، في موضوع المذاكره ده. اتفضلي. هو انا تعبت بصراحه من موضوع المذاكره. الولاد انا عندي 2 تاني ابتدائي وكي جي 2. انت صغيرين تعبتي وانت لحقتي وانت شفتي تعب. تعالي لي بقى، ده تعب ايه ده؟ قال انا تعبت. تعالي لي بقى، انا تعبت. هقول لك انا ايه التعب بجد. قولي لي. لا والله هو في مشكله. اولا هو احنا ليه مستمرين اصلا في الدراسه لحد رمضان؟ يعني دول زي ما حضرتك بتقولي كده، يعني هم صغيرين، ليه واحده الكي جي 2 تستمر في الدراسه؟ رمضان هو اللي داخل علينا، نعمل ايه طيب؟ هو يعني هو كتير المناهج خلصت اصلا. تاني حاجه، ليه المدارس بتهزر معانا هزار غير طبيعي، يعني مش حلو، اللي هو بيدوا العيال اللي هي الوزاره قايله ان هم ما يمتحنوش بيمتحنوهم، يعني كي جي 2 دي تمتحن ليه؟ لا كي جي 2 مش المفروض تمتحن. هو احنا بقى متهددين ان احنا لو ما كملناش في الامتحانات ان العيال تمشي. وبعدين يعني ايه كي جي 2 يمتحنوا؟ مش فاهم. كي جي 2 اصلا ونازل جدول يا مدام دعاء، يعني نازل جدول حلو كده وحاجات. يا سلام يعني. يا سلام. امتحان جدول امتحانات؟ جدول امتحانات لان احنا طبعا مش احنا تبع الوزاره، تبع وزاره التربيه والتعليم، بس احنا مش مدارس حكوميه، فاحنا بندرس لغات مدرسه لغات. لغات. بس ما مش المفروض يمتحنوا في كي جي 2؟ المفروض ده استاذه دعاء احنا كلنا عارفينه، بس طبعا مش بيتطبق. فدي بقت حاجه يعني ده لود اضافي علينا، ده غير اللي في سن ابتدائي برضو. احنا عندنا امتحانين. عندنا امتحان منهج الوزاره وامتحان اللي هو منهج الـ المدرسه. فده احنا صغيرين وكل حاجه، بس ده لود جامد جدا خاصه ان انا بشتغل. طبعا. فانا فعلا ما بقتش عارفه مشكلتي الحقيقيه، انا ما بقتش عارفه اوفق فعلا بين ان انا ست بشتغل وبين كميه الامتحانات غير الطبيعيه دي، وهدار وقت وجهد على الفاضي، وانا مش عايزه الود على العيال. وبعدين تبقي مروحه من الشغل يا اسماء بتعيطي، يعني انا عندي امتحان بكره، تحسي ان انت عندك امتحان. انا خلصت الامتحانات من زمان وكبرت وعجزت خلاص. احنا بنصور. انا همتحن من اول وجديد. بنصور المناهج، هي بيخلصوا المدرسه ويروحوا الحضانه عشان الوقت، فبيطبع لهم الشيتات والحاجات ويصوروها حبايبي على التابلت وابعتوا لي على الواتساب. فاقدر اتابع وراجع معاهم، واحنا كلنا يعني انا مش فاهمه، انا ليا ذاكر ثانيه ابتدائي وكي جي 2 وانا مش فاهمه برضه. انا لو اعرف انا ارد عليكي والله. شكرا ليكي يا اسماء.
يعني انا مش عارفه ليه الامهات متقدره، هنفضل متقدرين في موضوع المذاكره ده؟ هو الموضوع مش منطقي تماما. احنا مش عارفه ليه احنا في ثقافتنا احنا كمصريين ان احنا لازم نذاكر لعيالنا. ليه بطلع ولادي التكاليين يا عليا يا على المدرس يا على المدرسه الخصوصي؟ هم ما بيذاكروش. طب ما انا اعودهم على طرق ازاي يذاكروا لنفسهم. ده اسهل منطقيا، ده اسهل، لان انا عن تجربه اهو انا معوده ولادي يذاكروا لوحدهم، فانا ماليش دعوه. يعني انا بنتي دلوقتي بتمتحن امتحانات مهمه جدا. البنات ماشي، بنتي ماشي، ما والله ماليش دعوه بنتي دي خالص، انما الولدين مش معقول والله بيتعودوا يذاكروا لوحدهم والدنيا بتمشي. عندي الكبير وعندي الصغيره، وعندي الولد اكبر يعني افضل حالا من البنت كمان في المذاكره. لا انا ناقص افتح بقى الدماغ وادخل اقعد جوه بقى في الدماغ وادلدل. بس انت قلتي حاجه، عشان قلتي حاجه عشان مهمه، يعني ايه قلتي حاجه مهمه جدا دلوقتي. انا مستحيل اعرف اذاكر لده ودي وده، ولو عرفت اذاكر لكي جي 2 والبرايمري 2 صحيح، لا مش هعرف اذاكر لثالثه اعدادي واولى ثانوي وثانيه ثانوي. فهو منطقيا صعب، فالاسهل، ودي ممكن نبقى نعمل لها حلقه لوحدها. ايوه، انه هي الست تسلت ايديها، ايوه، وانت تتحمل مسؤوليه بس نفسك. تعودهم ازاي هم يذاكروا لنفسهم؟ ما هي بتعودهم ما بيذاكروش، نعمل ايه؟ طب يعني ربنا كرم حد بعيال بتسمع الكلام، عيال تانية بقى ما بتسمعش الكلام، ويقعد بقى يقعد يرسم يطير كده يسافر. يعني يا ابني ذاكرت السطرين اللي انا قلت لك عليهم، هذاكرهم بعد ثلاث ساعات من انت قاعد حاطط، يعني قصص كده. هو ببساطه لو هو ما عملش الانتاجيه اللي عليه في النص ساعه في قعده المذاكره، المفروض ماشي. هنحفظ السطرين، نعمل ايه بقى؟ هنحفظ السطرين، هتاخد المكافاه بتاعتك انك هتعمل حاجه انت بتحبها. شوف انت عايز تعمل ايه، فبتوفري على نفسك الزعيق والهدة الحيل. وهو بيبقى مركز جدا ان هو يحفظ، لان التايمر هيرن كمان نص ساعه ان هو خلاص انا هقوم ماشي. فطالما عارف انه كمان نص ساعه هيقوم، بيبقى هو متحفز انه يخلص علشان يعمل حاجه بيحبها. طيب حاله عايزه تحفظ لوحدها، تحفظ ازاي هي ما بتعرفش تحفظ؟ نفس الموضوع، هي حاله بتبقى عارفه ان انا هقعد اتركن على المكتب ساعتين ثلاثه لحد ما احفظ، فبزهق، فخلاص انا يعني مش ما عنديش الموتيف ان انا اصلا احفظ. لكن حاله نفسها كنت عايزه اسالها قبل ما تقفل، لو انت حاله عارفه ان انت بعد شويه، لان دي حاجه مجربه، مجربه مع طلبه، لان انا عشان بشتغل في التعليم فعارفه، مجربه مع طلبه ومجربه مع مدرسين ومجربه مع اولياء امور، وانا مجرباها مع اولادي. لما بيبقى عارف ان هو على مستوى العقل شويه وهيخلص، شويه صغننين وهيخلص، فبينجز. فانجاز صغير مع انجاز صغير مع انجاز صغير، بيلاقي نفسه اخر اليوم هو في انتاجيه كبيره حصلت. بدل ما ممكن في العادي يبقى قاعد قدامك انت كأم 10 ساعات على المكتب، لكن الانتاجيه اخر اليوم هي انتاجيه ساعه ولا ساعتين. عن تجربه، انتاجيه الحاجه اللي هي في وقت قليل وقت قليل وقت قليل مجمع خلال اليوم، بتدي إنتاجية عالية آخر اليوم، وعلى أساسه اضربيها في 30 يوم هيبقى مش مصدق المنتج. إذن نربط بقى الحاجات، التسلية في رمضان والدنيا في رمضان، بإنك خلص عندك ربع ساعة تنجز فيهم كذا، عشان أخليك تقعد ساعة إلا ربع تشوف المسلسل اللي أنت عايزه. نص ساعة برضه، نص ساعة تعمل كذا، وأخليك مش عارفة تنزل تتسحر، يعني الحاجات دي. يعني ممكن هيشوف المسلسل مفيش مشكلة، هتبقى جلستين مذاكرة. فهي الحاجات الصغيرة دي هي اللي بتأدي لنجاح كبير، عن تجربة في كل قصص النجاحات بتاعت اي حد يعني. فخليهم يجربوا، مش هيخسروا حاجه والله، هيكسبوا كتير. جميل، انت عندك نصايح سريعه؟ احنا خلصنا. هي النصايح السريعه يعني الام بس تحاول تزود ميه، فاكهه، خضار. تحاول مع كل نص ساعه في قعده مذاكره تخليه يشرب كوبايه ميه، اللي هو لو في وقت غير الصيام. كل ده بيعزز التركيز وبيعزز البرودكتيفيتي، الانتاجيه عند الولاد. و بس يعني اللي هو نحافظ على مفيش منع طبق بسبوسه، حته مش عارفه مشكلة. ايه الحاجات دي يعني، ايه تشجعهم زي امهاتنا زمان كده يدخلوا بالسندوتشات يعني. بس بما ان في امتحانات، وخلينا مطمنين ان في وقت الصيام الطاقه كلها رايحه للعقل مش رايحه للعقل والمعده، فالتركيز هيبقى اعلى قوي وهم صايمين. معقوله؟ لان احنا واحنا بناكل فالطاقه رايحه متوزعه هنا وهنا، ففي وقت الصيام رايحه متوزعه عند العقل، ف احلى وقت للتركيز واعلى انتاجيه في وقت الصيام. نهى زهرة، الباحثه في العلوم الانسانيه، بشكرك شكرا جزيلا، منوراني، واشوفكم على خير في الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.